بتشرف اللقاء فيكم لأول مرة، ونحن نعتبر حالنا مقصرين مع شباب التخدير في الداخل، ونحن من زمان لازم كنا بدينا في الموضوع المحاضرات العلمية. نحن نعرف إن أنتم إن شاء الله على قدر من المسؤولية وعم تشتغلوا بكل جهد وتعب، فإن شاء الله نحن هذا أقل شيء لازم نقدمه. رح تكون إن شاء الله اليوم محاضرة، هي محاضرة في أدوية التخدير الوليدية، هي تعتبر محاضرات من المحاضرات الأساس أو الأساسية أو العلوم الأساسية في التخدير. هي غالبا بالنسبة لكم بعد أغلبكم قد يكون صار تجاوز الست شهور، فبالنسبة له راح تكون من المحاضرات السهلة. هي جافة بعض الشيء، بتعرفوا الكلام النظري دائما يكون جاف، لكن فيها شيء من العملي قد تستفيدوا إن شاء الله منه. وراح مع دخول المحاضرات السريرية أكثر والمرضية، التخدير المرضي، راح تكون الأمور ممتعة أكثر. راح نحكي إن شاء الله اليوم عن المخدرات الوريدية والانتقائيتها، وكيف تكون مناسبة كيف يتم اختيارها أثناء قبل العمل الجراحي للمريض المناسب وحالة المريض تتطلبه. فنحن راح نحكي عن خصائص دواء التخدير المثالي. فنحن دواء التخدير المثالي لازم يكون بدايته سريعة، ما يكون بتأخر في البدء، ويتحقق هذا الشيء إذا بشرط يكون غير مشرد الدواء، يعني وقت ما بيرتبط بالبروتين فبتأخر انفكاك البروتين، فما بصير فيه من الدواء الحر مثل ما بصير مع وقت ما يكون عند المريض انخفاض بروتين، فبصير دواء حر في الدم، بصير تأثيره أسرع وتأثيره أقوى حتى، وقد يكون نحن نضطر لتخفيض الجرعة، خاصة عند الـ pH الدم يكون بين 7.35 و 7 ضمن الطبيعي يعني. قوة المخدر كمان بتعتمد على ذوبانه في الدهون، فكل ما كان عالي الذوبان في الدهون بتسمح له في اختراق الجهاز العصبي المركزي، يكون بيأثر بشكل مباشر على الجملة العصبية وعلى الحاجز وعبر الحاجز الوعائي الدماغي. طبعا كمان من خصائص التخدير أو أدوية دواء التخدير المثالي إن يكون من صح ومن سريع. فأنا يعني بهمني هذا الشيء، ما بدي تأثير تراكمي، ما بدي، خاصة عند المرضى اللي عندهم مشاكل كلوية، مشاكل كبدية، موضوع الاستقلاب والتخلص من الأدوية كثير بهمني إن يكون نصف عمره قصير واستقلاب سريع. طبعا عادة ما يتم استعادة الوعي المبكر عن طريق إعادة توزيع الريديستريبيوشن السريع للدواء، إن كان من الدماغ إلى الأنسجة ويدخل في العضلات اللي هي شديدة التروية، إعادة توزيع الدواء فبتخلص منه وبصير بخف تأثيره. وتركيز وهذا طبعا بهذه الآلية وانتشار الدواء من العضلات وللأنسجة، طبعا كل ما كان النسيج مروب بشكل أعلى كل ما كان إعادة توزيع الدواء بشكل أكبر. فمثلا في النسيج الدهني التروية تكون قليلة، لكن يدخل الدواء لكن إعادة توزيعه أقل. ينتشر طبعا دواء خارج الدماغ طبعا وينخفض التركيز خارج الدماغ أو في الدم مثلا أو في العضلات، فبخفف التأثير من الدماغ فبأدي إلى صحو سريع مثل ما نشوفه بروبوفول أو حتى فيونتون. طبعا جودة الصحو أهم شيء، ومثل ما حكينا إنه هو بيعتمد على معدل الاستقلاب الدوائي. مثل ما حكينا الأدوية اللي استقلابها بطيء راح يكون لها مخلفات وتأثيرات جانبية طويلة الأمد، مثل التعب، مريض بيجي أو ضعف أو تعب عام أو آلام أو قيء أو غثيان، كلها هي تأثيرات جانبية. ليش؟ من مخلفات هذه الأدوية ومستقلباتها الأولية. طبعا تتراكم هي مثل ما حكينا المستقبلات اذا تم استخدامها بجرعات متاخره عن طريق التسريبات. فبعض الادويه مثل البروبوفول قد نضطر نستخدمه. طبعا هو صحيح انه هو سريع الاستقلاب والاطراح واعاده التوزيع، لكن مع الوقت ممكن يكون له تاثيرات جانبيه. لكن طبعا مو مثل بقيه الادويه مثل الديازبام او الثيوبنتون اللي ممكن تتراكم اكثر. من خصائص الادويه كمان مثل ما حكينا ان يكون لها تاثير تسكيني. طبعا اغلب ادويه التخدير ما لها تاثير تسكيني، لكن اذا كان دواء له تاثير تسكيني، طبعا المخدر هو ليس مسكن مثل ما بتعرفوا تمام،
فالكيتامين مثلا له تاثير تسكيني، فهذا يعتبر ميز للكيتامين. لكن البروبوفول مثلا والثيوبنتون ما لهم تاثير تسكيني، رغم انهن بدايتهم سريعه بالنسبه للبروبوفول وصحو سريع. وبالنسبه كمان تاثيره على الجمله القلبيه الوعائيه او على التنفسي لازم يكون لهم تاثير تثبيطي اقل. فمثلهم هو معروف ان الثيوبنتون مثلا عم نضرب الادويه اللي عم نستخدمها نحن بشكل يومي، الثيوبنتون او البروبوفول اذا اعطيناهم بجرعه عاليه قد يسببوا تثبيط دوراني هبوط ضغط، والوقت نفسه كمان ممكن ياثر على التنفس ويسبب له تثبيط. وبالعكس كمان اللي نحن عارف اني الكيتامين من الادويه اللي بتحافظ على المعكسات وما بتسبب تثبيط التنفس، ليس لها تأثير محرض للغثيان والإقياء مثل ما حكينا. يعني الأفيونات مثلا بتحرض للغثيان والإقياء، الثيوبنتون قد يحرض، عكس البروبوفول اللي هو أقل إحداثا للغثيان والإقياء من غيره. حتى في بعض المراجع بتقول لك إن البروبوفول له تأثير مضاد للغثيان والإقياء، يعني لكن أمر خلافي. والأدوية كمان الدواء المثالي اللي احنا دواء التخدير المثالي اللي بنعتبره دواء جيد إن هو لا يحرض على السعال أو الفواق أو الحركات اللا إرادية، يعني ولا يسبب الكوابيس او الهلوسه مثل ما بسويها الكيتامين. كمان من الخصائص الجيده انه لا يوجد تفاعل مع ادويه الحصار العصبي، انه ما يقوي تاثير المرخيات العضليه. كمان من خصائصه او الخصائص الايجابيه للدواء التخدير انه عدم وجود الم اثناء الحقن. نحن الى الان نعاني كثير مرضى اني بعانوا وقت نحن نعطيهم ثيوبنتون او نعطيهم بروبوفول، بعانوا من الام اثناء الحقن، رغم اني احيانا بتكون ميزه مع الليدوكاين. لكن هي احد عيوب البروبوفول او الثيوبنتون اللي لها تاثير مخرش، خاصه اذا مثل ما بتعرفوا انتم اذا كان الوريد اللي انت عم تحقن فيه وريد صغير او طرف، يعني بعيد كل ما كان بعيد او لازم يكون اقرب للمريض ووعاء كبير كمان بنفس الوقت. كمان من الخصائص اللي لازم ما يكون في ما بسبب خسار وريدي مثل ما بسبب مثل ما حكينا قد يسبب الثيوبنتون او اليازبام تاثيرات خثاريه وريديه، حسب لانه له تاثير مخرش ووعائي، ما له تاثيرات سامه على الاعضاء الاخرى مثل ما بتعرفوني. عدم افراز الهستامين، لان في بعض الادويه قد تحرر الهستامين مثل المورفين مثلا او تسبب الحكه تحريض او افراز الهستامين. ما بسبب تفاعلات فرط حساسيه او تحالات تأقية، هذا طبعا هذا الشيء بيختلف من شخص لاخر حسب استجابته لهالامور يعني وطبيعه جسمه. تركيبته قابل للذوبان في الماء، يعني كل ما كان قابل للذوبان مثل ما تعرفوا تركيب مثلا اذا ضربنا مثال الثيوبنتون قابل للذوبان في الماء، عكس مثلا ديازبام اللي هو محلول شبه زيتي. اذا انت حليته راح تلاقي اني مثل خبط السيرنج وصار شكله غير مناسب. لذلك حتى الان الديازبام اقل استخداما من الميدازولام اللي هو مائي، تركيبه مائي. طبعا طبعا لازم من ميزات الدواء طبعا او من الخصائص الجيده ان يكون مده صلاحيته طويله. كل ما كانت الفتره اللي يمكن تخزينها اطول كل ما كان يعتبر هي ميزه للدواء، وبالوقت نفسه يعني ما يتخرب وبتاثر في درجات الحراره. طبعا بتعرفوا انت البروبوفول كمثال مجرد ان فتحته لازم خلال 6 ساعات تستخدمه، ولازم يكون مبرد في درجه حراره اقل من 24 25. كثير يعني سمعنا وشفتوا اظن حالات ان للاسف دخلوا مرضى بسبب سوء التخزين او درجه حراره عاليه، ان دخلوا في بعض حالات الصدمات الانتانيه او القصور الكلوي تالي لحالات او صدمه انتانيه او بسبب سوء تخزين البروبوفول. طبعا لا يحدث تحريض للبرفيريا اللي هو الاعراض الاستقلابيه اللي الثيوبنتون يعتبر مضاد استقلاب في استخدامه. مثل ما بتعرفوا الأدوية التخدير الشائعة هي الباربيتورات مثل الثيوبنتال الصوديوم الأكثر استخداما، واللي يعتبر 40 سنة يعني إلى الآن أو أكثر من 40 سنة يستخدم ولا زال يستخدم. طبعا ما محسن أقول إنه يتوقف. ميثوكزاتون
يستخدم بشكل أقل لكن لا زال يستخدم. اللابربيتورات مثل البروبوفول والكيتامين والإيتوميديت كمان هي من الأدوية الشائعة. طبعا احنا نحكي اليوم بشكل شائع عن الأدوية المستخدمة، وإن شاء الله بالإمارة القادمة اليوم راح نحكي بشكل مفصل. أدوية التخدير الوريدية إن كانت مسكنات أو أفيونات أو بنزوديازبينات مثل الميدازولام والديازبام. طبعا نحكي الآن عن الثيوبنتال. الصوديوم هو من البربيتورات قصيرة التأثير، خواصه الكيميائية مسحوق أصفر، تعرفوه مثل بودرة يعني، بتجي له رائحة كبريتية، طعمه مر، عالي الذوبان في الدهون، لذلك هو هذا أحد تأثيراته أنه هو سريع البدء وقوي وتأثيره سريع، خلال 30 35 ثانية 40 ثانية يكون وصل للمريض الدماغ. عندما يقترب من الصوديوم تصبح كربونات وقابلة للذوبان في الماء، طبعا هي تأثيره وتحلو. ثيوبنتال الصوديوم طبعا هو مقاوم للجراثيم في الماء، درجة حموضة طبعا هو درجة حموضة بعد الحل هو قلوي تقريبا 10-60 10-80. عند الحقن يتعدل الكربون الصوديوم ويتحول إلى يتم تحويل الصوديوم إلى شكله غير المتأين، اللي هو الشكل الفعال اللي والقابل للذوبان في الدهون. 40% منه متأين عند درجة حرارة الحموض أو البي اتش للدم نفسه 17.4، لكن نحن عم نحكي عن الشكل اللي المؤثر هو الغير متأين. يرتبط بشدة بالبروتين طبعا بنسبة 75%، وهذا الشيء من بيمنع ترسب المحلول في الجسم الحي. إذا هو مسحوق أصفر ببودرة صفراء وإذا يزاف في الماء وكمان الصوت لعمل المحلول، لازم نحن نجهز محلول بنسبة 2.5%. تعرفوا أنتوا بيجي محلول نص جرام أو عفوا بودرة نص جرام أو 1 جرام، ونحن نحلها لنصل لنسبة 2.5%. المهم إني النسبة اللي إحنا بدنا نحققها أو هي خمسة أو التركيز اللي بدنا نحققه هو 25 ملغرام في الملي. طبعا هو ممكن يستقر في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين. طبعا لا زال الثيوبنتون أو ثيوبنتال الصوديوم هو دواء أساسي في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، ويعتبر من الأدوية اللي لازم تكون ضمن القائمة بالحد الأدنى من الاحتياجات الطبية، يعني نظام الرعاية الصحية اللي هو أدنى من نظام صحي لازم يكون فيه هذا العلاج لم يوقف. بالنسبة للحركة الدوائية، جرعة الوريدية مثل ما تعرفون من 3 إلى 5 ملي جرام قد تؤدي إلى هي أكيد راح تسبب فقدان الوعي لأنه هو مخدر. الوقت اللي بخلي المريض يفقد وعيه بشكل عام هو تقريبا من 30 إلى 60 ثانية بعد إعطائه، وهذا تسمى هي وقت دوران ذراع دماغ، يعني من وقت وصول إعطاء الدواء من الذراع وصوله إلى الدماغ ودخوله في الدورة مثل ما بتعرفون. هي وقت دوران ذراع الدماغ بيدخل في الدورة الدموية، بيدخل في القلب الأيمن بعدين الدورة الرئوية باتجاه القلب الأيسر، بعدين بضخه القلب الأيسر باتجاه الدماغ، وهنيك تأثيره الأساسي. طبعا مع عدم وجود أدوية أخرى، يعني إذا مثلا تعرفوا أنت بعض الحالات ممكن تعطي البروبوفول رد خلع، ممكن عفوا الثيوبنتون أنا آسف، رد خلع غرب او رد اي خلع كتف، تعطي لحالات قصيره التاثير 5 دقائق 10 دقائق، خياطه جرح لمريض غير متعاون او طفل او كذا. هذا الشيء يقدره خبره الطبيب تخدير والمحاكمه السريريه عن الطبيب وتقديره لحال المريض نفسه، يعني نحن بتعرفوا الدواء تأثيرات لازم يكون عين كان على القلب ولا على التنفس ولا خبرة الطبيب نفسه في التعامل مع إعطاء الدواء. رح نحكي هذا الشيء بعد شوي. إذا مثل ما حكينا، إذا نحن بس أعطينا الثيوبنتون فقط رح يأثر من 5 إلى 10 دقائق، وبعد ما ينخفض التركيز مثل ما بتعرفوا إعادة الريديستريبيوشن إعادة توزع الدواء رح إيش ينخفض تركيزه بالدم وينسحب من الدماغ ويعود وعي المريض. طبعا هو من الأدوية الأكثر استخداما في بدأ التخدير مقارنة مع، طبعا لا زال كمان البروبوفول هو من الأدوية الأكثر استخداما طبعا، لكن لا زال في منظومة الأدوية تستخدم بكثرة. إذا مثل ما حكينا أن تأثير التأثير أو مدة التأثير القصير أو مفعول القصير للصوديوم هو إعادة توزيعه
بعيدا عن الدورة المركزية نحو الأنسيج والعضلات، لأن العضلات تعتبر ترويتها عالية، فبتستقطب التركيز العالي لل فيوتر. طبعا مثل اذا حكينا عن الادويه اللي بتحتوي على الكبريت او الحماض، اللي اذا كان المريض عنده حماض او بياخذ مضادات فيها غير ستيرويدين، قد تؤثر، قد تزيح الفيوبنتون عن الالبومين. وهذا الشيء مثل ما حكينا، اذا كان زاح الفيوبنتون عن الالبومين، هو لازم نفهم آلية التأثير، راح يكون في عندي ثيوبنتون حر، هو اكثر، هو هذا هو الدواء اللي بأثر في الجسم. لذلك انا مثلا مريض عنده منخفض مستوى الالبومين، مريض سوء تغذيه، راح اعدي او اعطيه جرعه منخفضه من الثيوبنتون حتى ما يكون له تاثيره او يقوى تاثيره المثبط، ان كان للقلب او للتنفس او يعني. فخلاص اني مريض اللي مثلا بوزن هذا او بحاله المريض المنخفض الالبومين قد يحتاج جرعه اقل. يعني مثلا المريض العادي ممكن اعطيه 500، هذا ممكن اعطيه 300 او 250 بكفي. ليش؟ يعني الشكل الحر من الثيوبنتون متوفر بشكل اعلى بسبب انخفاض الالبومين. طبعا الاستقلاب الاساسي، هذا شحنك، الاستقلاب الاساسي في الكبد يتم لو تعرفون. عفوا، في حدا بسال شيء؟ طبعا استقلاب الدواء الاساسي من الكبد هو معمل الاستقلاب الاساسي لكل ادويه الجسم او كل الادويه بشكل عام، بمعدل 10 ل 15% مستوى الدواء في الساعه. طبعا تعريف الاستقلاب هي ينزع الكبريت في الكبد منه، فينتج بنتو باربيتال اللي هو يخضع لعمليه استقلاب المكسد، ما ينتج عنه امور كبديه بدون اي نشاط مخدر. بالنسبه للاطراح، ما لا يزيد عن 1% من الدواء يطرح في البول دون تغيير. بالنسبه لثيوبنتين الصوديوم، تاثيره على الجمله العصبيه اللي هو التاثير الاساسي واليه تاثيره. طبعا هذا الكلام انا عارفان هو كلام ممل بالادويه بالنسبه لنا كمان نفس الشيء، لكن لازم نذكره. يعني يتفاعل مع قنوات شرط الصوديوم مع الجهاز العصبي او الخليه العصبيه، وهذا بسهل، هذا الشيء بسهل عمل مثبطات نواقل مثل حمض الجاما امينو بتروئيك اسيد، اللي بمنع، طبعا هي لها دور تثبيط للنواقل العصبيه، اللي بمنع تاثير، بالاضافه انه هو بمنع تاثير حمض الجلوتاميك اسيد. طبعا له دور كمان بالنسبه لانه هو بنقل نشاط الدماغ، وهذا والنشاط الاستقلابي للدماغ، لذلك هو بنعتبر بيأثر على نشاط او نوبات الاختلاج. لذلك هو يعتبر في حالات طوارئ الاختلاج او في الجراحه العصبيه يعتبر من الادويه المفضله. لكن في هون نحن ما ممكن ما نح... له تاثير، بتعرف التجارات العاليه ممكن تسوي له تاثير دوراني، تثبيط دوراني، فنحن ما بنحسن نستخدمه بشكل طويل، ممكن نتعامل مع البنزودايازيبينات كمان. طبعا هو يؤثر على بالجمله العصبيه على الضغط داخل القحف، فله دور انه هو بقلل الضغط داخل القحف، يعتبر بالجراحه العصبيه من الادويه المفضله. وطبعا آلية تأثيره داخل القرنية، هو يقبض الأوعية الدماغية ويخفض الاستقلاب الدماغي، وقلل استهلاك الأكسجين المرتبط بانخفاض حجم الدوران الدماغي. كلمة يعني، فأنا إذا قللت حجم الدوران الدماغي فأكيد الاستقلاب الأكسجيني واستهلاك الأكسجين راح يكون أقل. طبعا هو في جرعاته المنخفضة، هي أحد مساوئ الفيوبنتال، إن هو له تأثير مضاد للتسكين، فلاني اعطاء الجرعات المفضله التي قد تقلل من عتبه الالم. له تاثير بالوقت نفسه، مخفض الضغط داخل العين تصل الى 25%، فهو جيد بالنسبه لجراحات العيون. طبعا مع جرعه 3 الى 5 ملي جرام بالكيلو، تستمر مثل ما حكينا من 3 الى 5 دقائق في فتره تاثيره بشكل عام. تاثيره عن جهاز القلب والاوعيه، معروف انه هو مثبط قلبي شديد، يعني من الأدوية طبعا معتمدا على الجرعة طبعا، لأنه بيأثر بشكل مباشر على العضلة القلبية، وبيأثر بشكل نفسه على النتاج القلبي وحجم الضربة وضغط الدم، طبعا بآلية مضطربة. يزيد تدفق الدم في الشرايين الإنتاجية ومعدل الضربات، لأن هذا بآلية معوضة بتسرع القلب
واستهلاك الأكسجين ليش؟ حتى يعوض نتاج القلب اللي سبب التصليب مباشرة. طبعا هو بأثر على توترية الأوعية الوريدية وليس الشريانية. ليش؟ فخفف الحمل القلبي. طبعا يساهم مشغلين عكاسي بزيادة معدلات ضربات القلب وانخفاض الضغط الشرياني، تأثيره طفيف على المقاومة الوعائية المحيطية. طبعا بداية التخدير، نحن نعطي ثيرابينتون، نحن الآن نحكي عن جهاز تأثيره على الجهاز التنفسي. تلاقي المريض عم بياخذ أخذ نفسين أو 3 أنفاس عميقة وكبيرة يعني، ويليها مثل انقطاع للنفس لمدة تقل عن دقيقة. طبعا احنا ما نترك المريض، لذلك احنا لازم نبدأ بدعمه آليا أو بالماسك عفوا بالباك. طبعا احنا مثل ما حكينا ان التثبيط مرتبط بالجرعة، والوقت نفسه الاستجابة التنفسية لفرط الكربون ونقص الأكسجين. يعني بتعرفوا انت اذا ارتفع في تقسيم مركزي لفرط الكربون، فبصير في تحفيز لمركز تنفس، وبصير المريض يتنفس. لا، هو بيثبط هذا الشيء قبل ما يروح تاثيره. قد يترافق مع تشنج الحنجره، تضيق قصبات او تشنج قصبات، هون مع مستويات منخفضه من الثيوبنتون. طبعا هو في بعض الكتب بتقول لك انه هو متهم بانه هو سبب تشنج قصبي عند من ضربه، لان كمان الامر معتمد على او ويعتمد الامر على متى انت بديت تختار المناوره، تحط الارنجوسكوب، متى انت دخلت تنبب. لذلك انت وقت بتتعامل مع الثيوبنتون عند مريض ربو، يعني هو يفضل تتجنبه، لكن بعض الكتب بتقول لك اني حاول تكون المريض اخذ تسكين المناسب، اخذ وقت الارخاء المناسب اذا بدك تستخدم الثيوبنتون، وحتى ما يتسبب له تشنج. اذا يعني عزو اني انت وقت تعطي الجرعات منخفضه مع مناوره على التنبيب أو على الطريق الهوائي، هذا الشيء كمان حرض التشنج القصبي. قلل نسبة الساعة الوظيفية المتبقية بنسبة 20%، لذلك هو من أثير تأثير هذا. لذلك نحن لازم نكون عم ندعم المريض بشكل يدوي أو آلي، بحيث نحافظ على حجم ساعة أو ساعة وظيفية متبقية. هي حجم، تعرفوا أنتم الإف آر سي، هي الحجم المتبقي في الرئتين نهاية الزفير العادي، يعني هو الحجم اللي ببقى اللي بصير فيه تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اثناء السكون. يعني انت الفرحه الفتره اللي انت اللي هي هو الحجم اللي ببقى في منطقه الاسنان. بالنسبه لتاثيره على مثل ما حكينا على الجهاز الهضمي، نقص الالبومين اللي يؤدي الى ارتفاع ثيوبنتال الحر واللي غير مرتبط اللي بزيد من تاثيره. لذلك نحن نخفض هذه جرعة الثيوبنتون عند المريض اللي راح نتعامل أو نعطي، نعرف إن عنده نقص ألبومين. بالنسبة لتأثيره على الحمل والجنين، تأثيره ضئيل أو معدوم على الكلى أو الرحم الحامل، لكن على الرغم من بقول لك إنه هو بعبر المشيمة، لكن تأثيره على الجنين في العمليات القيصرية طبعا لا زال يستخدم في العمليات القيصرية، ما في مانع منه. جرعة بشرط إني ما تكون جرعة، نتعامل مع جرعات منخفضة، جرعة 4 مللي جرام للكيلو جرام قدر الإمكان. إذا جرعته الاعتيادية هي من 3 إلى 6 مللي جرام للكيلو جرام، يجب أني عدم استخدام أو استخدامه بحذر في حال الصدمة. لأني بتعرفوا نحن أن الجرعة العادية هي مثبطة للقلب بشكل مباشر، فتصور أنت عم تتعامل معه. أنا طبعا مع عدم استخدامه مع المريض هذا، لكن بعض أني بقول لك ممكن تعطيه بجرعة مثلا 1 مللي جرام للكيلو جرام اذا بدك تدخل المريض في النوم، لكن هو مثبط قلبي شديد. حتى هو الاسئله الاساسيه التخدير يعتبر هذا من الاسئله المهمه، يعني بيسالوك اني اكثر من مثبط قلبي، هو اعلى من المسكنات من اي دواء تخديري بالنسبه لتثبيط عضله القلب مباشره. طبعا ممكن نستخدمه لاجراء قصير مثل قلب النظم، مريض بتسأله كارديوفيرجن ممكن تعطيه بجرعة 2 مللي جرام. طبعا يكون مريض ستيبل، يعني ما يمكن نحن نصدم مريض هو اصلا ما في ضغط او كذا. لا، مريض هذا مثل اس في تي او كذا، هو ضغطه جيد وحالته العامة مقبولة، يعني ما في مريض طبعا اس في تي يكون ممتاز يعني، لكن اكيد يكون هو في ضغط في مقبول، فممكن اعطيه جرعات متدنية بحيث ان يدخله في حالة النوم ويقوم الطبيب اللي عم تابعه
قلب النظم. طبعا ممكن يعطي النساء المثنيات إذا بدك تبشر تقدير عام، مثلا عندهم كسر برج، فنصحينه بجرعات مثل ما شايفين جرعات دنيا من نص لواحد مليغرام كل جرام. إذا دواعي الاستخدام مثل ما بتعرفوا هو مباشرة التخدير أو استمرار تخدير الإجراءات القصيرة مثل ما حكينا، رد خياطة الجرح، رد كسر، عفوا رد كسر طبعا مغلق، يعني تحط جبيرة الطبيب، بدك ترد خلع ممكن يستخدم، لكن مثل ما حكينا حكم الطبيب بالتخدير وتقييمه للحالة وخبرته في التعامل مع الدواء نفسه. طبعا مرضى الاختلاجات قد ينطلب منك ان تعطي لمريض عنده اختلاج في الاسعاف، وانا طبعا هذا الدواء لا افضل ان يستخدمه غير طبيب التخدير. فاذا بدك تعطي حاله عندك نوبه اختلاج شديده، فممكن انت تعطيه تحت الشرعك. في حالات التخدير الموضعي مثلا بعض الاطباء بدهم يشتغلوا سي تي اس، بدهم تعطيه تدخلوا المريض في تنويم خفيف لبين ما هو يحقن المخدر الموضعي، كما ممكن تعطيه بجرعات مقبوله، او التخدير بالتهدئه مع المراقبه مثل حالات المشتلوه بعض الاطباء كان عينيه او كذا تهدئه. لكن طبعا لا زال حاليا الميدازولام والبروبوفول هن الرائدين. يعني طبعا مضاد استطبابه انسداد الطريق الهوائي، يعني انت لا يمكن تعطي دواء انت ما عندك قدره على السيطره على الطريق الهوائي، او هو اصلا مريض عنده انسداد طريق هوائي او عنده ورم او عنده، فانت إذا ما أحسن تتعامل مع الطريق الهوائي فأنت الأفضل ما تستخدمه أو تكون جاهز للتعامل مع هذا الأمر. البورفيريا مثل ما بتعرفوا مرض استخلابي، فهو من مضادات الاستطباب المطلقة عدم استخدام الثيوبنتون. وأي حساسية من أي دواء بتعرفوا أنتم هو مضاد استخلاب لهم. طبعا الاستخدام مثل ما حكينا بيحزن عند مرضى القلب والأوعية. طبعا أنا ما أفضل استخدامه عند المرضى القلبيين، لكن عم نحكي نحن في الظروف، إذا ما كان عندنا مثل ما حكينا في الظروف إذا بعض المشافي قد لا يكون ما فيها، لكن واحد يتعامل معه بخبرة الطبيب وبالجرعة الدنيا المناسبة للمريض، وتتعامل مع الأدوية الأخرى كالأفيونات اللي بتفيد وبتآزر تأثير التسكين والتخدير. مرضى أي مرض كبدي شديد تعرفوا أنت الاستخلاب بتأثر، فبأثر على أطراحه وأخر صحو المريض، وأمراض الكلى نفس الشيء. من تأثيراته الجانبية مثل ما حكينا انخفاض ضغط الدم، لذلك هو غير محبذ على مرضى نقص الحجم الصدمة واللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، لأن أنت مريض خاصة مرضى الضغط غير المضبوط، فأنت إذا أعطيتهم يعني دواء مثل الثيوبنتون وكان مثلا دخل لك بضغط 170 فجأة نزل ضغطه تحت تأثير الثيوبنتون لل 60 و70، هذا كمان شيء سيء ومضر. تعرفوا انت مرضى الضغط غير مضبوط كثير بزعجوا اثناء التخدير وبالوقت نفسه، هذا الشيء بأثر عليه وعلى حاله المريض العامه. تثبيط تنفسي طبعا تاثيراته الجانبيه راح يثبط التنفس اذا انعطى بجرعات عاليه. التنخر النسجي مثل ما بتعرفوا وقت بنحقن خارج الوريد فله تاثير، هو مخرج بالاصل قلوي عالي القلويه على الشخص حكينا. تشنج الحنجرة أنا صراحة ما التقيت، ما يعني أنا خبرتي البسيطة يعني ما شفت تشنج حنجرة مع الثيوبنتون، لكن يعني هيك مسجل في الكتب. تشنج قصبي قلت لك هو يعني متهم بالتشنج القصبي، لكن بعض اللي قلت لك بعض الآراء قالت إن هو سبب التعامل إن هو الجرعات المنخفضة والمناورة المبكرة على الطريق الهوائي والتنبيب المبكر وعدم اخطاء يعني انتظار حتى المريض ياخذ جرعه الارخاء المناسبه او التسكين اللازم. فقد يسبب رد فعل تحسسي، من انتم بتعرفوا انتم احيانا بتطلع عصب المريض صار كلهم طفح جلد او طفح او احمرار ارتكاريا، فتتطور يعني وقد يكون الامر بسيط مجرد يزول لوحده او تعطي هيدروكورتيزون يتحسن، لكن هو الخوف ان تتطور الامور لصدمه الحساسية يعني صدمة تأقية أو غضات دورانية قلبي. من آثاره الجانبية طبعا وقت ما بينحقن داخل الشريان، يعني للأسف يعني وقع في بعض الأخطاء خاصة بالمرفق، وقت ما بيحطوا الوريد في المرفق أحيانا قد خاصة عند المبتدئين يدخلوا في الشريان
يكون هدول الأسامي عم يتعلموا متحمسين فرحانين على حالهم، هون الدخول في المرفق البشريان كثير سهل. مثل ما عم تعرف عواقب ممكن تؤدي لبتر يعني تستنج الشريان وأدى لنقص وحق النفسي وبنتهم بشكل، هذا ممكن يخثر ويؤدي لبتر الطرف، والله لا يورجينا ويرجيكم هيك شيء يعني. طبعا هذا الأمر مرتبط إيش بتركيز الدواء، يعني 2.5 أو 1% أخف من مثلا تعطي، طبعا ما حدا بيعطي تركيز 5% وهذا خطأ يعني، رغم إني أنا شفتها ببعض الأماكن لكن هذا الشيء خطأ يعني. طبعا التعامل مع هيك حالة هو تخفيف المحلول، محلول ملحي حتى نخفف تركيز الدواء ونمنع قدر الإمكان أن تبدأ تتشكل الخثرات، ونتعامل بنعطي الهبارين عشان نمنع التخثر مباشرة طبعا، وإذا في عندنا إمكانية نسوي حصار الضفيرة العضوية عشان نحافظ على توسع وعائي ونمنع تشنج الشريان. لأننا نحكي عن البروبوفول، طبعا هذا حاليا قد يكون أشع استخداما البروبوفول، لكن نحن لازم نفهم إلى الآن لا زال السيمتوم الأدوية المستخدمة، ما بنحسن نقول إني توقف مثل ما حكينا، هو من الأدوية الأساسية في تصنيف منظمة الصحة العالمية. البروبوفول لا هو الآن الدواء الأكثر استخداما والأكثر شهرة عالميا حاليا، أكثر توفرا حاليا، مفضل في غرفة العمليات لكن ليس للاستخدام المنزلي. وللأسف يعني في ناس بيستهتروا بالتعامل معه. طبعا أنا ما قصدي هيك الهم يعني زعلان على مايكل جاكسون، بس أنا بشكي إن في ناس قد يتعاملوا بعياداتهم أو مشان يمشوا شيء معين أو كذا، أو يعطوا تخدير بالبروبوفول بالجناح وكذا، هذا الشيء خطأ، لازم يكون تحت إشراف طبيب أو الطبيب التخدير اللي بيتعامل مع الطريق الهوائي بحيث إني يقدر الله صار تثبيط تنفس وكذا. دواء خطير لازم نكون حذرين في التعامل معه. طبعا هم مكون من، هو مستحلب طبعا، تركيزه 1% 10 مليغرام في الملي، هو زيت فول الصويا مع شو اسمه نسبة 10% وجليسرين فوسفاتيد البيض، البيض المنقى. لذلك دايما بيسألوا اللي عنده حساسية من البيض يفضل ما يستخدم أو يعطي البروبوفول. إذا هو زيت قابل للذوبان درجة عالية من الدهون، لذلك هو مثل ما تعرفوا قوي وسريع البدء، بنعطى وريديا، شكله مشابه لمصدر الحليب، بي اتش 7، فيه حموضة بسيطة، توفر بأمبولات 20 و10 حسب أو 50 عفوا 20 أو 50 ملي، تركيز 10 ملي جرام بالملي. وفي منهم كمان بيجوا 2% 20 مللي جرام، لازم واحد ينتبه دائما لا يستهتر بأي شيء ولا يمل من قراءة أي دواء جديد أو قد يكون وصلان على المشفى. طبعا لا يحرر الهستامين وهي أحد ميزاته، ولا يؤدي ارتفاع الخبيث، ارتفاع الحرارة الخبيث مثل ما بنشوفها بالمخدرات الإنشاقية. له ليس له تأثير على المرخيات العضلية، يعني ما له تأثير تآزري قوي له. كمان يترافق مع قلة حدوث الغثيان الأوقية، هي ميزات لهم. طبعا جرعات البروبوفول مثل ما بتعرفوا 2.5 ل 3 مللي جرام للكيلو جرام. والتحضير الدوائي يعني ممكن تتعطى إذا المريض عندك أنت بغرفة تحضير قبل العملية بنفس طبعا أنت تحت إشرافك، ممكن تعطيه جرعة بسيطة قبل ما تدخله، خاصة المرضى يعني في شغلة كثير مهمة يا شباب، بكرة لازم يعني هي محاضرة التحضير الدوائي في حاضرة كثير مهمة. المرضى اللي ما بصير نحن نعتبر المرضى وتعاملنا معهم في النسبة قبل ما قبل العمل الجراحي هو تعامل واحد. يعني أنت ممكن يدخل لك واحد عم بضحك وبيمزح، واحد ناقص واحد بالنسبة للدخل على العمليات هي شغلة من أكبر الكبيرات يعني. فلازم ما يعني تحضير الدواء كثير شيء مهم. إذا أنت قيمت المريض اللي هو بحاجة لتهدئة قبل ما يدخل على غرفة العملية هذا شيء جيد، وإذا أنت عندك الوقت الكافي تعطيه تحضير دوائي فهذا يكون شيء مريح لك. راح تشوف إن أنت إن كان نوم المريض أو صحو المريض راح يكون كثير جيد. فجرعته بتنعطى من 1.5 ل 2 مللي جرام، وحتى ممكن أعطيه 1 مللي جرام للكيلو جرام. المرضى المسنين أقل أو يساوي 1 مللي جرام للكيلو جرام حتى نحافظ على، مثل ما بتعرفوا هو مسبب هبوط قلبي سريع ومسبب تنفسي، لذلك نعطيه بجرعة دنيا قبل الاستقلاب عندهم
منخفض وتراح. استمرارية التخدير، وهي كثير نحن بنتعرفوا، انتم ممكن حط المريض على تخدير وريدي كلي ان كان في العناية وحتى في العمليات. يعني انت ما بدك مريض عنده شبهة او في قصة اقارب ان عنده فرط حرارة خبيث، فبدك تعطيه تخدير وريدي كلي، فانت ممكن تستمر على البروبوفول بس، فممكن تعطيه بجرعة 50 ل 150 مترو للكيلو في الدقيقة عن طريق مضخة او طريق عداد اذا كان عندكم الخبرة في التعامل مع عداد او محلول 500 او 250 او كما ترون مناسب، لكن هون خبرتك حذر في التعامل مع هذا الامر. خاصة طبعا احنا وقت عندك تخدير الوريد الكلي ممكن تشارك معه النيتروس او المواد الافيونية، تعطي جرعات جيدة من الافيونات، تستمر بجرعات خفيفة. طبعا ممكن تباشر بجرعة نظامية وتستمر بجرعة مثل ما حكينا 50 ل 150 كيلو في الدقيقة إذا كانت عملية طويلة. إذا كان في عنا هيك بتعطي مثلا مريض تخدير وريدي، أو يعني تهدي المريض، أو في مناورة جراحية بدها تخدير موضوعي مثل ما حكينا، إذا السيتي إس أو خياط الجرح، ممكن تعطي جرعات أقل 25 ل 75 بحيث تحافظ على مريض مرتاح مو متوتر. بالنسبة للجهاز العصبي المركزي، تأثيره كتير ممتاز ويعتبر من الأدوية المفضلة، لأنه بقلل الجريان الجراح العصبي، طبعا بقلل الجريان الدموي الدماغي، فهذا الشيء بفضل الجراح على مخفف مثل ما بيقولوا النزف، خفف ضغط داخل القحف خاصة في الرضوض. تأثيره مثل ما قلنا له بعض الكتب هو بأيده أنه له تأثير مضاد للقي ومضاد للحكة ومضاد للاختلاج، وهذا يعتبر إيجابية للبروبوفول. طبعا هو قد بالنسبة لموضوع قد يسبب حركات رمعية أثناء بدء التخدير، بنشاهدها عند بعض المرضى، لكن يعتبر هو مضاد اختلال جيد. يعني تأثيره مثل ما حكينا على القلب، القلب والعيون بسبب انخفاض ضغط شرياني معتمد على الجرعة. ليش؟ لأنه هو بسبب بأدي انخفاض المقاومة الوعائية المحيطية. تأثير على القلوصية والحمل القلبي بقدر أكثر وضوحا من بسبب انخفاض الضغط الدموي أكثر وضوحا من الثيبون. طبعا هذا الأمر كمثل أنه هو معتمد على الجرعة، لذلك دائما ننبه ونعيد أن أهم شيء في كل محاضرة هو الحكمة في التعامل مع حقن الدواء. لا نكون متسرعين، نعتبر أن كل مريض وزنه 80 كيلو هو مثل المريض الثاني اللي وزنه 80 كيلو. لازم يكون تصورنا السريري وتقييم المريض من الناحية العامة، إن كان قلب، إن كان تنفس، إن كان طريق هوائي، إن كان مريض كلية، لازم نقيمه بشكل صحيح حتى نحسن نتعامل ونعطي الجرعة المناسبة له تماما. طبعا بأثر على استجابة المنعكس الضغط الشرياني، يعني بتعرفوا انتم بنزل ضغط في عملية معوضة ان كان تسرع قلب او كذا، فبأثر عليها وبثبطها. البروبوفول تأثيره على التنفس طبعا تثبيطي مشدي، طبعا بيعتمد كمان على الجرعة. طبعا تثبيط الناجم عن البروبوفول اقوى على المنعكسات الطريق الهوائي، اقوى من تلك اللي بسببها الثيونتون. وهذا الشيء يعني في بعض يعني انا جربته اثناء العمل حاليا، ان الان في كثير حالات نحن بنستخدم فيها البروبوفول مع الافيون ان كان فنتانيل وغيره، وبعدين بنكمل فقط بالمخدر الانشاقي، ما بنستخدم المرخي العضلي، بنحط للمريض قناع حنجري. ليش؟ لاني قوه تاثير البروبوفول بعدين بدخله في عمق تخديري بيسمح لي اني اتابع عمليه، طبعا ممكن تكون صوت حالة بإن كان إجراء بسيط يعني قصير نص ساعة ساعة، ما في داعي، ما فيه ما بحاجة لإرخاء عضلي بسيط، فهذا كثير مناسب وكافي، وممكن نتجنب الإمرخيات العضلية بهيك حالة. طبعا بنرجع بنكون الخبرة السريرية لازم تعتمدوا عليها بشكل كثير كبير لتعرفوا شلون تتعاملوا مع هيك حالات. تخريش وريدي طبعا هو مثل ما حكينا مخرج قول، مثل ما هو الثيوبنتون، حتى انا لاحظت انه هو اكثر من الثيوبنتون. اغلب المرضى حتى احيانا بتحكون حيطلع لهم
ضمن المحقن حيطلع لهم ليدوكين وبقول لك اني انا عم بتألم. ليش؟ غالبا لان يكون الوريد صغير والجدار جدار الوريد تأثر من اثناء حقن البروبوفول. فممكن انت تحقن سنتي ليدوكين اذا حسب تقييمك طبعا قبل ما تحقن البروبوفول حتى لو كان ممدد، اذا شايف ان المريض وريده صغير او حتى شكى من الم اثناء حقن اول ملي. لذلك لا تسرع في حقن الدواء وخلي الحقن بطيء قدر الامكان. طبعا التعامل مع هذا الشيء مثل ما حكينا جرعه صغيره من الليدوكاين مع البروبوفول، احنا بيعطوا 20 ملي جرام 40 ملي جرام حسب ما انتم تشوفوا مناسب. نعطي قدر الامكان البروبوفول في قسطره كبيره 18 20 طبعا، وتكون في وريد اقرب للمريض وليست من الاورده المحيطيه الرفيعه. طبعا استطبابات حكيتوا يعني كبدء تخدير، كعنايه تخديريه تهدئه، كمشاركه مع التخدير الناحي، يعني مريض مثلا بدك تهديه بس عم بتعطيه تخدير ناحي ممكن تعطيه شوي بروبوفول، كبدء تخدير عام، كاستمراريه تخدير. إذا وصلنا عند موضوع البروبوفول، طبعا ايمد حكينا انه ممكن نستخدمه ان كان في بدء التخدير او في المشاركة او في الحال التخدير الناحي، ان كان المريض بحاجة لمشاركة تهدئة مع التخدير نفسه، في استمرارية التخدير او في وحدة العناية المشددة، ان كان المريض على نايم بشكل كامل او يحتاج الى تهدئة بسيطة أو منبه مثل ما حكينا، فممكن نعطيه البروبوفون. موضوع حساسية البيض هي معناه من مضادات استطبابه، لكن هو البعض قال إن التكوين أو تكوين البروبوفول الاستخلاص تبع الليستين اللي فيه إني من صفار البيض، فإذا الحساسية فقط من البياض طبعا إحنا ما نبرك ندخل بهالتفاصيل البايخة، لكن عم بحكي لكم ان موضوع الحساسيه ان هي من الصفار اكثر، لكن خلص بما انه المريض بيقول لك انا بتحسس من البيض فما يفضل اني انت تتعامل مع البروبوفول. مضادات الاستطباب المهم جدا اني نقص المعرفه في التعامل مع الادويه واجهزه النعاش، يعني ما مو موضوع اني انا اي مريض وما اعرف اتعامل مع الطريق الهوائي، هي كثير شغله يعني كارثه بالتخدير. يعني انت تصور مريض انت ما بتعرف تسيطر على الطريق الهوائي او ما بتعرف تقيم او تحسن تهوي المريض بعد ما انت اعطيته دواء مثبط مثل البروبوفول او مثل الثيوبنتون، فهذا شيء يعتبر مضاد استطباب في التعامل مع اي دواء وليس مع البروبوفول. لكن نحن بنحكي عن ادويه التخدير، ادويه عم تغيب المريض عن الوعي، عم تثبط له تنفسه، عم تخليك انت يعني في حاله من مثل ما بقول الشده اذا انت مالك واثق من نفسك في التعامل مع الطريق الهوائي وحتى في التعامل مع اجهزه الانعاش. ممكن تطبق ماسك وممكن تطبق امبو، فكتير مهم اني انت تعرف يكون عندك خبره متكامله في وقت ما تبدا تعطي اي دواء وليس فقط البروبوفون. طبعا عدم القدره مثل ما حكينا هو مثبط تنفسي، اذا ما حسنت اذا انت تعطي دواء بالوقت نفسه بدك تحسن تطبق له الماسك تعطيه تهويه، لاني هو مثل ما حكينا في اغلب الاوقات بعد التخدير العام رح يكون في تصفيه تنفسي وبعدها رح تعطي مرخي العضلي اذا انت تباشر بتنبه. طبعا في وكمان هو مضاد صلب عند مرضى اللي عنده حالات خاصه عندهم ما بتحملوا او عندهم نتاج قلبي محدود، فانت مثل مرضى التضيق الابهري او الصمامات التاجي تضيقات او الصدام التاموري او مرضى الصدمه، فانت طبعا لا يمكن التعامل مع هيك مرضى بكل بساطه وتختار لهم، هذول بدهم تعامل خاص وادويه مثل الايتوميدات اللي هو له ثباتيه قلبيه. نجي على الكيتامين، طبعا هو من المخدرات اللي اسمه المخدر الانفصالي بيسموه تخدير انفصالي، يعني اللي بيعني بهذا ان المريض فاقد الوعي، المريض بيفقد الوعي لكن بالنسبه لل يعني كذا مره اللي جراح المريض عم يتحرك او فتح عيونه، قلت له هذا ما بميزوا هذا الشيء، يعني المريض خلص ما راح يحس بالالم، هو حتى لو فتح عيونه هو يبدو مستيقظا لا يشعر بالالم، لانه هو تعرفه انه هو مخدر الكيتامين هو مخدر قوي ومسكن ضعيف مسكن قوي بنفس الوقت، هي احد مزايا
الكيتامين اللي هو بتميز فيه عن الثيوبنتون وعن البروبوفول. طبعا هو من الأدوية المنبهة النفسية، مرتبط كيميائيا بالأدوية المنبهة نفسيا مثل الفينسكليدين، قابل للذوبان في الماء، هو محلول مائي طبعا، وهو قابل للذوبان، هذا بعبر عن قوته التسكينية. كل ما كان دواء قابل للذوبان في الدهون كل ما كان تأثيره مستسكيني عالي، فهو أقوى بعشر مرات من الثيوبنتون. مثل ما بتعرفوا بيأتشو حامضي تقريبا من 3.5 ل 5.5، بنعطى وريديا عضليا، جرعة الوريد 1 ل 2 مليغرام، عضليا من 5 ل 10 مليغرام، ممكن ينعطى عن طريق الفم والإنشاق المستقيم، لكن عن طريق المستقيم مثل حتى البروبوفول مثل الثيوبنتون عفوا البروبوفول ما بنعطى، ممكن يعطى لكن بجرعات عالية، يسوي الاستخلاب الواسع للمرور وانخفاض الامتصاص. جرعة التأمين العضلية مثل ما تعرفوا 5 ل 10 مليغرام، بيصل زرته بعد 15 دقيقة، وريديا 1 ل 2 مليغرام، بنلاحظ إن بدأت المرحلة الانفصالية مباشرة بعد 15 20 ثانية 30 ثانية تعطي المريض. يحدث تسكين، فقد الذاكرة، فقدان الوعي في غضون أقل من دقيقة 45 ل 60 ثانية. طبعا إذا احتاج المريض، طبعا مثل ما حكينا هو ممكن تأثيره يستمر من 10 ل 15 دقيقة أو 20 دقيقة، لكن إذا طالت العمل الجراحي واحتاج دعم ممكن تعطي ثلث أو نصف الجرعة الأولية. طبعا استقلابه يمتاز بسرعة امتصاص وتوزيعه في الأعضاء خاصة غنية بالتروية، لذلك وحتى بتلاحظوني من 10 ل 15 دقيقة بكون استقلبه. استقلابه كبدي مثل الثيوبنتون يفرز بأقل من 10% عن طريق البول دون تغيير. طبعا هناك 3 آليات أو نظريات شرح آلية عمل الكيتامين. مستقبلات الميثيل أسبرتات، طبعا هي مجموعات فرعية من مستقبلات سيجما الأفيونية اللي بتأثر على انعكاسات الألم في الحبل الشوكي، فهو بأثر على هي المستقبلات. ممكن كمان ينجذب للمستقبلات الأفيونية، راح نحكي عليها بعد شوي، هي مستقبلات المية والكابا والسيجما، لكن تأثيره لا يمكن عكسه باستخدام النالكسون. النالكسون بأثر على المستقبلات على الأفيونات، هذا لما ما بتأثر في أو لا يعاكس النالكسون ككيتامين. وفي نظرية المستقبلات المتنوعة تفاعل مع المستقبلات المسكرينية والكولينية والسيروتينينية وهكذا. إذا فمثل ما حكيناه المسكن هو مسكن قوي في تركيز البلازما ما تحت أو تركيزات البلازمية تحت تخديرية، له هامش أمان واسع، يعني حتى لو أعطينا بجرعة 2 3 مللي جرام، لكن طبعا كل شيء مثل ما حكينا بالحكمة والخبرة السريرة للطبيب بالتعامل مع الأدوية، أهم شيء الحكمة وليس التسرع في عطاء الدواء. طبعا تأثيره مع الجملة العصبية معروف إنه هو بزيد من استهلاك الأكسجين، وغير مفضل للجراحة العصبية، بزيد جريان الدماغي، برفع الضغط داخل القحف، لذلك غير مفضل أبدا في الجراحة العصبية، وهذا الشيء بنحكي فيه بعدين بالتفاصيل بالتخدير المرضي بالجراحة العصبية. طبعا توتر في بصير عندنا زيادة معممة في المقويات، لا في مقوية العضلات بشكل عام، بسبب حركات لا إرادية إحنا وغير هادفة، بسبب هلوسة، أحلام غير سارة، هذين هي أحد مسائل. لذلك إحنا بنفضل إني دائما مع وقت نستخدم الكيتامين إني دائما نكون عم نحضره ب أو بنسبقه بالبنزوديازيبينات حتى نخفف، خاصة مثل عم تشوف عم نحكي هون الإناث هن معرضين للكوابيس أكثر من غيرهم مع جرعات عالية من الكيتامين. طبعا نسبة الهلوسة والهزيان بالسن اللي بتراوح بين 15 ل 35 قد تصل ل 20%. مثل ما حكينا من الناحية القلبية الوعائية، هو بزيد الضغط الشرياني، برفع النبض، بزيد النتائج القلبية بشكل مضطرب، بتعرف انت هو بالمعدل النبض مع حجم الضربة بتأثر النتائج القلبية بشكل اوتوماتيكي، يعني ضغط الشريان الرئوي بيرتفع، ممكن يزيد جريان في الشريان التاجي، وبزيد قبض الأكسجين من عضل القلب، هذا سبب التسرع والجهد اللي ممكن لذلك الجهد اللي بيجي على القلب اللي ممكن يسببه للقلب التسرع.
لذلك راح نكون حذرين، أو لازم ما لازم نستخدمه عند مرضى القلبيين ومرضى ارتفاع التوتر الشرياني. طبعا في نقطة مهمة، طبعا هو يعتبر من الأدوية المهمة في الصدمة، أو في خاصة في اللي يستخدموا في الحرب كثير، لكن كثير مهم إن أنت تقدر بشكل صحيح إمتى بدك تعطي الدواء. يعني مريض عندك المرحلة الرابعة من الصدمة، مريض استنزفت عنده كل مثل أقول إنه الكاتيكولامينات في الجسم، فأنت وقت ما بتيجي بتعطيه الكيتامين ممكن تسبب له تثبيط للعضلة القلبية بشكل مباشر. لذلك نكون حذرين في التعامل معه في المراحل الأخيرة من الصدمة، حتى لو رغم إنه هو معروف إنه هو دواء، لأن هو مثل ما بتعرفوا بيطلق النور أدرينالين فبسرع القلب، فأنت المريض خلاص آلية المعوضة انتهت مكتمة عنده واستنزفت، فأنت من الخطأ أن يستخدم له الكيتامين بهالمرحلة. طبعا من مميزاته بالتعامل مع الجهاز التنفسي، هو بحافظ على المنعكسات البلعومية الحنجرية، هو موسع قصبي ممتاز، لذلك هو جيد للمرضى الربويين والحالات الربوية. حتى في بعض ذاكرين ممكن نعطاه كتسريف العناية المشددة المريض اللي عنده حالة ربوية أو نوبة ربوية شديدة. طبعا في ميزة بتعرفوا يمكن هو عفوا عيب، إن هو بزيد يعني المفرزات، لذلك نحن لا نفضل نعطيها عند الأطفال، نحن ممكن هالمفرزات زي تسبب سداد طريق أو سداد بالمفرزات للطريق الهوائي عند الأطفال، خاصة إن هي الطريق الهوائي عنده إن كان القصبات وهذا يكون ضيق يعني. ما تتأثر الساعة الوظيفية المتبقية، ما تتأثر حجم التهويه بالدقيقة، الحجم الداخلي الإنجالي، لذلك هو يعتبر آمن على التنفس، وحافظ على مثل ما حكينا على المنعكسات الحنجرية البلعومية. كمان بالوقت نفسه ما تتخبط الأوعية، تخبط الأوعية كمان ما تتأثر الناجم عن نقص الأكسجين. يعني وقت ما بتعرفوا انتوا الاوعيه الرئويه بتتاثر، وقت ما بتصير نقص اكسجين او فرط كربامية بتطبق تتقبض بآلية بآلية يعني بآلية دفاعيه مثل الجسم. مثل ما حكينا انه يزيد المفرزات، لذلك من الافضل ان نسقوا بمضاد كولي، مضادات الكولين مثل الاتروبين، خاصه عند الاطفال حتى نخفف الافرازات. طبعا من ناحيه تاثيره على الجهاز الهضمي، تاثيره متدني من ناحيه فقدان الشهيه والغثيان والاقياء، ما بحرض، لكن ممكن اذا انعطى بجرعات عاليه يحرض الغثيان والاقياء، لذلك كمان بده حكمه في التعامل. من ناحيه الولاده وتعامل الحالات القيصريه وغيرها، هو يعبر المشين، لكن هذا لم يلاحظ انه هو ممكن يسبب تثبيط للاولاد او حديثي الولاده، خاصه اذا جرعات اقل من 1 مللي جرام للكيلوغرام. مثل ما حكينا انه هو بزيد مقوي العضليه، و يعني انا هون كاتبين انه يزيد اثر، هي رايت بعض المراجع، لكن انا مالي ما عمليا ما شفت انه هو بأثر على المرخيات ودعم تاثيره، او جزء يعني قله استخدامه مع المرخيات عمليا حتى نحسن نقيمه بشكل صحيح يعني. بالنسبة للغدد الصم، مثل ما تعرفوا بحفظ الكاتيكولامينات والتأثير الودي، وهذا الشيء بيزيد نسبة الجلوكوز في الدم وبرفع الكورتيزول ويزيد معدل ضربات القلب، لذلك هذا الأمر بيكون متناسب حسب حالة المريض ومرضه. إذا استطبابات الكيتامين، هو مخدر وحيد للتشخيص للبدء التخدير والعمليات الجراحية. ممكن يعطيك مكمل يعني او مساعد في حالات التخدير الموضعي او التخدير الناحي كداعم له، خاصة وقت المريض حالات الجراح بده يحكم مخدر موضعي، فنحن ممكن نعطي جرعة بسيطة منه او بالبروبوفول حسب ما نحن نرتقيه او حسب توفر الأدوية اللي عندنا. مفيد حكينا انه هو مختار او جيد، دواء جيد بالنسبه للحالات الربو الشديده ومرضى الصدمات او الحالات الطارئه، خاصه الحوادث او الاصابات اللي بتجي على قسم الطوارئ. موانع استخدامه، قله المعرفه بالدواء، اي دواء اذا ما نحن عندنا خبره في التعامل معه، يعني سواء اذا انا ما بعرف اني مريض
القلب ما بصير استخدم له الكيتامين او مريض الضغط او كذا، فانا ممكن هذا الشيء ياثر بشكل سلبي على المريض. ده حتى لو كان هو امن بالتعامل مع الطريق الهوائي، فانا خطا لازم يكون اجهزه الانعاش متوفره لدي واعرف اتعامل معه. ما اقول ان هذا الكيتامين لا، لازم يكون في عندي كل ادوات الانعاش، لاني ممكن اي شيء باي حاله اني اضطر اني انبه المريض احطه على جهاز تنفس، فلازم يكون اجهزه الانعاش متوفره او متكامله، او بستخدم اي دواء تخديري. مثل ما حكينا، عدم القدره مع التعامل مع الطريق الهوائي، طبعا مثل ما بقولوا خبزنا وملحنا مثل هو الطريق الهوائي. لا يمكن طبيب تخدير يكون طبيب تخدير اذا ما بيعرف يتعامل مع اي طريق، هوائي، ان كان سهل او صعب. والمحاضرات الاساسيه اللي الله يجزيه خير الدكتور صفوان كان يحكي لنا فيها، واظن حكى لكم عنها، هي الطريق الهوائي والتعامل معه وصعوباته. الحساسيه للكيتامين طبعا، ما يعني هذا الشيء ما اي مثل ما اي مثل اي دواء، اي دواء بتتحسس له لازم ما نستخدمه. لكن ممكن يجيك مريض يقول لك انا اخذت مره اعطوني دواء، يعني مره يعني احد المرات مره جيتني المريض على عياده التخدير كتبت لي ورقه هيك مكتوب بالخط العريض صعوبه تنبيه بالدرجه الرابعه، انا شاد انبسطت وقتها يعني. طبعا هذا اللي بيكون طبعا هي يعني من قله من لاقيها، لكن ممكن واحد يجيك مريض يقول لك انا عندي حساسيه لدواء معين، طبعا مو بالكتابين بس يعني طبعا، لكن لاي دواء او شيء معروف يعني. قصه مرضيه، مريض عنده هذيان او معروف عنده مشكله نفسيه، فلا لا يفضل اني او مو لا يفضل، ما لازم تستخدم له الكيتامين، هو اللي بحد ذاته راح يفاقم الهلوسه والكوابيس لدى المريض. مرضى الاوعيه الدمويه الدماغيه، مرض سي بي اي او كذا، نكون حذرين في التعامل معه. المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني، واللي ممكن يفاقم هذا ارتفاع الضغط الشرياني، خاصه اذا المرضى غير مضبوطين بشكل جيد. إذن عيوبه ومزاياه: تأثيره سريع، منوم ومسكن جيد للألم في نفس الوقت، مناسب لمرضى الحروق كثير، إذا بدها تغير الضماد، أحيانا الضماد ما بطول 5 10 دقائق، فجيد في التعامل. طبعا أنت كمان تقييمك للمريض مهم جدا يعني، لكن هو نحن عمليا يعتبر جيد لمرضى الحروق وتغيير الضمادات عندهم بجرعات متدنية، مثل ما حكينا جرعات مسكنة نص لواحد ملي جرام للكيلو جرام، مناسب للمرضى اللي تبشرهم مرضى النزف الصدمي وانخفاض التوتر الشرياني. كمان احسن نقول نرجع بنقول بحكمه وتقييم جيد لحاله المريض. مناسب برضه للحالات الاسعافيه لمرضى الربو، مريض خلص بقول لك انا يعني داخلك على الاسعاف، عنده مرض زايده او شيء، بقول لك انا مريض ربو، ف يعني طبعا الربو يعني من الادويه الممتازه، لكن ما عنده غير الكيتامين يستخدم الكيتامين. او اذا مريض نوبه شديد واضح اللي عنده الصريف، فممكن تعطيه جرعات متدنيه من الكيتامين بالمشاركه مع البروبوفول. هذا شيء برجع بقول لك الخبره، بقول لكم عفوا، الخبره السريريه كثير مهم في التعامل او في اعطاء اي دواء انت بدك تتعامل معه. ممكن يعطى عضليا، ممكن يعطى عن طريق مستقيم. طبعا مثل ما تعرفوا مساوئ وعيوبه، يسبب الهياج والاهلاس خاصة عند المسنين وعند إعطاء جرعات عالية أو حقنه بسرعة. من عيوبه أيضا زيادة المفرزات اللي ممكن مثل ما حكينا عند الأطفال تسبب انسداد السبيل الهوائي. الأدوية المشاركة مع المخدرات العامة هي البنزوديازيبينات اللي بنستخدمها نحن بشكل يومي، إن كان لتحضير المريض، إن كان المشاركة مع التخدير، في خاصة في التخدير بتهدئة المريض في السباينال، في حالات المراقبة التخديرية بدك تعطي جرعات مهدئة، فممكن أنت تعتمد على البنزوديازيبينات كأدوية مساعدة للأدوية في تخدير المخدرات الوردية. طبعا أحلى ميزة في البنزوديازيبينات إن هي فقدان الذاكرة، يعني كثير يعني طبعا في بعض البلدان بيشتكوا على طبيب التخدير اني هو والله انا سمعت في العمليه او كان مخدر، وكان قد يكون مريض صدمه او مريض حادث سير، وانت اضطريت تعطيه جرعات منخفضه من المخدر الانشاقي او كذا من المخدر الوريدي، فالمريض ممكن يسمع يقول لك انا سمعتكم طول العمليه ايش عم تحكم. فلو كنا عاطينه جرعه بسيطه من البنزوديازبين كاميدازولام او غيره، فغالبا راح يدخل المريض في امنيزيا او فقدان للذاكره.
طبعا تأثيره المثبط للتنفس القلب يعتبر متدني، فعاليته كتير جيدة كمضاد اختلاج، فممكن مثل ما حكينا أني قد نحتاج في استمراريته في العناية المشددة، ما هو شرط أني نعطي مثل ما حكينا قبل حالة، قد نضطر نعطي في الإسعاف فيوبنتون، لكن هو كدواء مفضل هو يعتبر بنزوديازيبينات من الأدوية المفضلة في حالات الاختلاج. طبعا يعتبر من أحد ميزاته انخفاض نسبة الاعتماد والإدمان مقارنة بالأفيونات. آلية عمله، طبعا تثبيط عمل الجلايسيم على مثل أقول مثل حكينا عن طريق زيادة تركيز ناقل عصبي مثبط للجلايسيم، ما يؤدي إلى تأثير مضاد للقلق ارتخاء عضلات هيكلية. هي أحد ميزات البنزودياسبينات، إنه هو بدعم ارتخاء العضلات. كمان بتسهل عمل مثبط الناقل العصبي المشهور اللي هو جاما أمينو بتروك أسيد، اللي له تأثيرات مضادة للمهدئ عفوا ومضادة للاختلاج. هو عالي البنزودياسبينات، هي عالية الذوبان في الدهون، شديدة الارتباط بالبروتين، تستخلص في الكبد من خلال حمض الجلوكورونيك أسيد، وتطرح عن طريق الكلية. إذا الأدوية الدوائين المشهورين، طبعا هو في عدة أدوية، لكن مثل ما بقول نحن نحكي عن أشهر شيء أو أكثر شيء عملي نحن بندرسه، وباقي الأدوية أنتم مهمتكم أن تقرأوا عنها. الميتازولام ديازبام طبعا أكثر استخداما من الناحية العملية والسريرية. إذا تستخدم البنزودياسبينات فما حكينا مشان نقدم تهدئة وريدية، تحضير دوائي ما قبل الجراحة، ما يدخل الطفل، يعني إذا نحن عندنا وقت أو مثل ما بقولوا وقت لنتعامل مع تقديم تهدئة جيدة للطفل، نعطيه جرعة بسيطة نصف ملي جرام 1 ملي جرام تحت إشرافنا طبعا قبل ما ندخل العملية. ما هو شرط إنه يدخل الطفل نحن عم نربطه خمسة ستة ماسكينه ونحن عم نطبق الماسك شغل، نتعامل مع واحد في فرع مخابرات. فقدان الذاكرة مثل ما حكينا هي أحد ميزاته، وتخفيف القلق اللي هي شغلة كثير مهمة لازم نراعيها ونتعامل مع المرضى حسب كل مريض ونظرتك مثل ما بقول الحكيمة، لأن الطبيب له نظرة لكل مريض، بيعرف إني هذا متوتر، بيعرف إني هذا عم بضحك بمزح، فمختلف من شخص لآخر. هذا الشيء بجوز بالنسبة لك سهل، إني كل يوم أنت كل يوم كل يوم أنت طبيبة بتطلع على غرفة العمليات، لكن بالنسبة لغيرك من الناس هي بالنسبة لهم شغلة كتير كبيرة، عم بدخل لسيلوزات أو لا أو ليستأصل زايدة أو مرارة أو هيك شيء. طبعا الاختلافات بين الميدازولام والديازبام، أقوى الميدازولام أقوى مرتين أو 3 مرات من الديازبام. جرعة التهدئة الوعي أو التهدئة في الوريد مثل الميدازولام نص لثلاثة ملي جرام، طبعا هذا الشيء أنت بتقيمه حسب تقييمك لهذا ووزن المريض وإلى آخره. من صفر واحد من صفر طبعا 100 ميكرو للكيلو بالنسبة للميدازولام، والواحد للعشرة ملي جرام للديازبام، أنت هذا الشيء بتقيمه حسب الحالة. جرعة التخدير طبعا ممكن تعطي الديازبينات كجرعة تخديرية، طبعا هذا الشيء ما عمليا نحن ما بنستخدمه، لكن في له جرعة تخديرية، يعني انت اذا اعطيت الميدازولام بجرعة 200 ميكرو للكيلو ممكن تدخل المريض في حالة نوم. انا مرة طبيب قدامي حقن 15 ملي جرام ودخل المريض بحالة نوم، لكن انا ما يعني ما فضلت، ليش؟ يعني هذا راح يأخر صحة المريض. يعني تتصور اعطيت المريض 15 ملي جرام ميدازولام هو راح ينام حكما، لان هي جرعة عالية، لكن بالوقت نفسه راح يأخر صحو، إلا إذا أنا يعني عندي متابعة جيدة لصيقة للمريض، هذا شيء تاني. بالنسبة للديازبام نفس الشيء، يعني طبعا هذا الكلام نظري، ممكن نعطي جرعة 150 للواحد ونص ملي جرام للكيلو، هذا الشيء أرقام عالية جدا يعني. طبعا ديازبام بعده عنه لا تقربوا إلا للضرورة الشديدة القوي، مثل خلينا على الميدازولام. الميدازولام بدايته أسرع، تأثيرنا ساوى أعلى من الديازبام، تأثيرات المهدئة أقل بعد الجراحة من الديازبام طبعا، إلا تلاقي المريض دائما هيك بالديازبام مدودخ أكثر من الديازبام.
الاختلافات مثل ما حكينا، الالم عند الحقن والتهاب الوريد الخثري يكون اقل من بالميدازولام وعالي عند الديازبام. ليش؟ لاني هو زيتي ومخرش، فممكن حتى انتم تلاحظوا احنا الحين مدده شلون بنخفض السيروم الحين. الميدازولام كسعر اغلى من الديازبام، فعالية الميدازولام أقل من الديازبام لكنها تقارب 3 مرات مفعول في ونتوم. نصف عمر اطراح الميدازولام تتراوح من 1 لـ 4 ساعات، والديازبام 21 لـ 37 ساعة. شوف الفرق الهائل يعني. لذلك تم الميدازولام هو مزايا أفضل. بنعطى كمحلول شفاف صافي من 1 لـ 5 مليغرام في الملي. مضادات البنزودياذبينات هو الفلومازينين اللي هو ايميدازوبنزودياذبين. على وجه التحديد هو بعكس التأثيرات المركزية للبنزودياذبين عن طريق التأثير التثبيت التنفسي على نفس مستقبلات بأثر عليها البنزودياذبين، بيجي الفلومازينين بيقعد حتى ينافسه على مستقبلاته ويأثر على يعني يمنع التأثيرات اللي هو مثلا. نصف عمر اطراحي هو ساعه. نرجع لورا، كم هو نصف عمر الاطراح تبع الميدازولام؟ من 1 لـ 4 ساعات. هون ايش نفهم؟ اني اقل بكثير من معظم البنزوديازبينات، يعني هو نصف عمر الفلومازينيل منخفض. لذلك عمليا نحن بدنا نتابع المريض، يعني هو المريض عم يجيك تثبيط بجرعه عاليه من البنزوديازبينات، انا قد اعطيه الفلومازينين ويرجع تنفسه، لكن مثل ما انكم ملاحظين اني نصف عمر الاطراحي منخفض مقارنة بالأقل واحد اللي هو الميدازولام هو 1 لـ 4 ساعات. لذلك أنا لازم أراقب المريض، وإذا احتاج إجراءات متكررة أعطيها حسب تقييمي السريع. محلول اليوس مثل ما كنا ملاحظين هو 0.100 ميكرو في الملي، 100 ميكرو في الملي. الجرعة البدئية قد تبدأ بجرعة 200 ميكرو خلال 15 ثانية، حقن خلال 15 ثانية. إذا ما رجع المريض خلال دقيقة واحدة من الأقراص، يمكن إعطاء جرعات متكررة 100 ميكرو، يعني سنتي سنتي مثل ما بقولوا، بحد أقصى 2 مليغرام، يعني 2 مليغرام تقريبا أمبولتين. الأمبولة 10 ملي 1 مليغرام مثل ما كنتم شايفين بالصورة. وإذا تكرر المريض لا زال، فيمكن استخدامه كتسريب جرعة 100 لـ 400 ميكرو بالساعة. طبعا هو هذا طبعا من الاسئله المهمه، اني اكثر تاثير جانبي للفلومازينين هو الغثيان، لكن هو يعتبر من احد من التاثيرات الجانبيه المهمه اللي لازم نراعيها. الافيونات، طبعا الافيونات مشتقه من عصير نبات الخشخاش المعروف، اللي بيحتوي عصيره على اكثر من 20 من القلويدات النباتيه بما فيها المورفين والكودين. آلية عمل المورفينات تقع على المستقبلات الأفيونية في جذع الدماغ اللوزي، المادة الرمادية حول القناة بالنخاع، النخاع الشوكي على المادة الجيلاتينية وبالجهاز الهضمي. وتعمل المستقبلات الأفيونية على 3 أنواع من المستقبلات، هي ممكن مستقبلات ميو اللي لها دور في التسكين، تثبيط الجهاز التنفسي، النشوة والاعتماد الجسدي، مستقبلات كابا. طبعا هي الميو هي اهم المستقبلات الافيونيه، بعدين تجي كابا اللي هي لها تاثير تسكيني تخديري وتثبيطي للتنفس ومقبض للحدقه. ايوه كنتوا تعرفوا بنعطي جرعه عاليه من الافيون، كان فنتانيل او مورفين، وتقبض الحدقه، فمستقبلات كابا هي المسؤوله عنها. مستقبلات سيجما اللي بتلعب دور في اضطراب المزاج والهلوسة وتسرع دقات القلب وتسرع التنفس، اللي مثل ما حكينا الكيتامين له دور في التأثير عليها غالبا. الحرائق الدرائية مثل ما بتعرفون انتشار سريع في الجسم بالنسبة للأفيونات، بعد الحقن مباشرة بيبدأ المريض يتأثر فيها، تستقلب الكبد وتم إفراز غالبية المستقبلات غير نشطة في البول دون تغيير. إذا تأثيرها مثل ما حكينا على الإدراك الحسي للمنبهات المؤلمة، تأثيرها مركزي. الجرعات العالية قد تؤدي لفقدان الوعي، لكن بشكل عام يعني غير قادرة المخدرات الأفيونية أو الأفيونات على إحداث التخدير.
المأفيونات لها تأثير تسكيني، المخدرات مثل الثيوبيدون والبروبوفول لها تأثير مخدر ومنوم، لذلك نحن بنشاركهم مع بعض. لا يمكن ولا يمكن أن تضمن فقدان الذاكرة اللي مثل ما سببها البنزوديازيبينات تماما. طبعا التأثير القوي تسبب غثيان الأوقية من خلال تحفيز منطقة إفراز المستقبلات الكيماوية وآلية الأوقية بحد ذاتها. تنفسيا تأثر على معدل التنفس وانخفاض التهوية في الدقيقة وزيادة الحجم الجاري. تلاقي مريض متباطئ النفس عنده، لكن قد يكون عنده الحجم الجاري، طبعا إذا كانت الجرعة غير مثبطة ومية عالية الحجم الجاري قد يكون ما يتأثر، أحيانا بزيد. إذا التنفس مثل ما الكون شايفين في بطيء وعميق مثل شايفين بتاني تاني تاني رسمي. أول وحدة هي النظام الطبيعية، الثاني هي تأثير الناركوتكس، تعاكس مثل ما بتعرفوا بالنالكسون. تأثير على ضئيل على الجملة العصبية، على الجملة القلب والدوران، حتى عند تناولها بجرعات عالية. لذلك جراحة القلب لأني ممكن يعطوا جرعات عالية من الأفيونات 10 ميكرو للكيلو، عفوا فنتانيل، يعني بشكل عام الفنتانيل أعتقد يمكن تأخذ 10 وأكثر ميكرو للكيلو حسب تقدير طبيب التخدير. إذا شاركناها مع النيتروس والبنزوديازيبينات هم ممكن يقوي تأثيرها اللي بيأثر على نتائج القلب. لذلك هي تعتبر الأفيونات وخاصة الفنتانيل والسوفنتانيل أدوية قلبية جيدة. بتأثر على مقاومة الأوعية الدموية الجهازية عن طريق تخفيف التأثير الودي، أو ممكن مثل المورفين اللي يحرر الهيستامين اللي بسبب توسع الأوعية وسبب هبوط الضغط. لذلك الأمر يعتمد على الجرعة مثل ما حكينا كمان. طبعا الأدوية الصنعية مثل الفنتانيل أو السوفنتانيل أو الفنتانيل تحرر الهستامين فيها أقل، لأنها تعتبر أدوية صنعية موت المورفين اللي هو نباتي. مثل ما قد تسبب بطء القلب مثل ما حكينا عن طريق تحفيز نواة العصب المبهم في جسر الدماغ. تأثير على الهضم طبعا هي معروف عن المسكنات الأفيونية، هي أكثر ما يزعج الجراحين بعد يعني بسبب عالوص وإمساك بعد الجراحة. هون نفسهم يعني أحيانا بيعطوا تسكين قوي في الجناح، فهذا كمان بيأثر على حركية الأمعاء وتأخر الغازات عند المريض أو حركية الأمعاء عند المريض بعد الجراحة. مثل ما بتعرفون المسكنات وخاصة المورفين بأثر على التوترات المعصرة القناة أو القناة الصفراوية، اللي خاصة إذا مريض عنده حصاص صفراوي فيسبب مغص صفراوي وآلام تشنجات. بيأثر على معصرة المثانة كمان وبزيد توتريته وبحبس البول. قد يحدث تفاعلات تأخية وتشنج قصبي مثل عند المورفين، تصلب في الصدر وحكة كمان مثل المورفين، وحتى الفنتانيل جرعاته العالية بسبب صلابة في الصدر، وهذا لازم نكون نحن منتبهين له. إذا الفنتانيل والمورفين هنقارن بينات، نحن الآن عم نحكي طبعا الأدوية كثيرة ولا يمكن شملها، نحن نعتبر هي المحاضرة هي محاضرة هيك مثل ما بقولوا حمائية قبل ما إن شاء الله ندخل بتفاصيل أعمق يعني، والكلام النظري هذا شوي هيك فيه ملل. الفنتانيل والمورفين هو الأكثر الأدوية استخداما. الفنتانيل مفضل ليش؟ لأني بدء سريع، عالي الذوبان في الدهون، قوي، تأثيره بحدود 30 دقيقة للساعة بعض المرضى. كمان في المورفين يستخدم في ما حول البري أوبراتيفي، بيستخدم ما حول الجراحة قبل أو بعد، أو خاصة بعد الجراحة بكثير فضله لتسكين طويل الأمد، لكن بده يكون بحذر وجرعات مضغوطة. لازم حتى نتجنب إفراز الهستامين لازم نعطي بجرعات أقل من 5 ملي جرام في الدقيقة. طبعا هي جرعة 5 ملي جرام هي جرعة كبيرة، لكن قد يكون بعض الرضوض وكذا تضطر انت تعطي جرعه مثل هي يعني. فجماعه الجراحه العظميه بفضلوا كثير بحبوا المورفين لانه مسكن جيد بالنسبه لهم، لكن بالوقت نفسه من احنا نكون حذرين مشان موضوع افراز الهستامين والتشنج القصبي، اذا خاصه عند مرضى الربو والحساسيه الصدريه. طبعا الفنتانيل اقوى من المورفين 100 مره،
جرعات المورفين تقريبا من 50 ميكرو ل 200 ميكرو للكيلو، طبعا انت بتقدر حسب الحاله وخبرتك السريريه. والفنتانيل من نص ل 3 ميكرو، طبعا هي بالجراحات العاديه، جراحه القلب رح نحكي اكثر من هيك بكثير. بالنسبه لمضادات الافيونات، النالكسون، طبعا النالكسون هو المضاد الافيوني الاساسي اللي نحن بنستخدمه، وهو بأثر بشكل تنافسي وعلى في مستقبل بروح بنافس الأفيونات على مستقبلاتها اللي هي ميو ودلتا، حكينا عنها، وكابا وسيجما. هو أمبولات مثل ما كنتم شايفين بالصورة، هي 400 ميكرو في الملي، ممكن تجي 20 ميكرو منكم تجي، طبعا هي ال 20 ميكرو حديثي الولادة، لأن أنتم ممكن تعرفوا إن إحنا نضطر اضطرارا ان كان بخطا او بحاجه حسب حاله المريضه ان تعطيها في مسكن افيوني، وهذا الشيء ممكن ياثر على يثبط الجنين، فانت تكون مجهز او متفق مع طبيب التخدير. طبعا هذا نحن نادر رح ما بنعطيه، لكن قد تضطر اني حسب حاله المريضه، اذا كانت ارتفاع توتر شرياني او عندها مشكله قلبيه فبدك تعطيها افيون، وانت بالقيصريات يا ما تخدرها مثل او تخدير نصفي او اضطريت تعطيها تخدير عام، فانت بدك تعاكس تاثير الافيون اللي راح يدخل للجنين، فبدك جرعات مثل ما لكم شايفين 20 ميكرو لازم تعطيها لحديث الولاده، وان شاء الله نحن عمليا نحن ما سوينا هالشيء ابدا. يعني تاثير الدرو 1 2 بعد 1 2 دقيقه، مده العمل 30 ل 60 دقيقه. مثل ما حكينا الجرعات العاليه من الافيونات اللي هي نستخدم، او التثبيط التنفسي اللي تالي لاعطاء المخدرات الافيونيه. نعطيه بطريقة صغيرة جرعات صغيرة متقطعة، ما لازم نفرط في العطاء طبعا، لأن بتعرفوا أنتم في تأثير ارتدادي مثل متلازمة السحب إذا سمعانين عنها، وأكيد تعرفوا أنا آسف. يعني جرعات العالية من الإكسون تؤدي إلى معاكسة تأثير التسكيني لهذا الأفيون، اللي ممكن يؤدي العودة مفاجئة للألم، لذلك رح نكون حذرين. يعني انا لا اكون متوازن واعطي مثل ما حكينا عن جرعات متقطعه، لاني اذا عندي مريض قلبي ممكن هذا الشيء يرجع له ارتفاع الضغط، لاني التسكين بحد ذاته راح يخلي الضغط منضبط ويؤثر على ضربات القلب، ولا قدر الله يدخله في وزمه رئويه اذا كان مريض قلبي عنده قصور قلب او اضطراب نظم، وقد يدخله في توقف قلب اذا كان مريض قلبي عالي الخطوره، ليش؟ يعني انا رفعت عنده الشده، رجعت له الشده والالم، لذلك لازم يكون جرعات متقطعة مضبوطة يحكمها الخبرة السريرية للطبيب والتدرج في العطاء. في حال مثل ما حكينا وعاد تأثير الأفيوني أو تثبيط التنفس، ممكن نعطيها بشكل تسريبي من جرعة 3 إلى 10 ميكرو بالكيلو في الساعة من الألكسون. نتشكركم على الصغار، وانا عارفين ان المحاضره ممله ونظريه، لكن هذا جهدنا، نسال الله ان نكون افدناهم. الله يبارك فيكم ان شاء الله.